ادواتك واحد عشان يجي الحيه بالصوره. مشكله كبيره. ما فكرناش ان ربنا لما حط دور الخلفه وحط دور الاب والام ان دول عشان دول. ما فكرناش المثل كان يقول يقطع من ناحيه ويوصل من ناحيه. ما فكرناش هو من حيث لا نحتسب. لا ده ربنا لنا دول عشان يقول دول. احنا بنشوف اب جاي من اسكندريه الطفل وجدناه في هنا ده. اب مصر ياخد توأم من كفر الشيخ ابو وام. يا سلام الاب والام دول لما اخر الاثنين دكاتره نفسهم في الطفل. فنقول معلش دول هيفضلوا عندنا ليه؟ يفضلوا عندنا اخذوا التوأم ولد وبنت. اصحابي في الجامعه كانوا كويسين معايا وكل حاجه بس ما عرفوا ان انا يتيمه. كانوا عاملين يقولوا لي ايه ده يعني انت ما كنتش بابا وماما يعني انت مش عارف ايه يعني انت بعد ما تخلصي جامعه هتترمي في الشارع يعني انت جاهزه. انا كنت برد عليهم بقول لهم لا انا بتربى تربيه كويسه جدا واحسن من اي حد ممكن يكون عادي. بس قالوا لي طب ما فيش بديل. قلت لهم لا في بديل. الاسره اللي بتاخد طفل وتربيه من وهو صغير فده بيبقى عايش معاهم كويس. اول لما عرفوا كده قعدوا معايا في فتره الجامعه كلها وكانوا كويسين معايا. بعد الجامعه ما عرفتش عنهم اي حاجه. بس ظهر ربنا وفقها وقفت على رجليها وبقت موظفه محترمه وبتدير العمل كانها ام مش طفله يتيمه. ولولا انها شخصيه قويه وجيناتها قويه وجذورها قويه ما كانتش تقدر تقول الكلام ده وما كانتش تقف على رجليها النهارده وهي ناجحه نجاح لو تقول الكلام ده. فاذا كان سحر نجحت وربنا ثبتها في كثيرين جدا من البنات حصل لهم مشاكل نفسيه واجتماعيه واسريه. انا حبيت تسمعوها ايه المشكله ضخمه جدا التربيه الضاره. ما اسر اما بيجي ام لا قدر الله ابنها رايح يعمل عمليه تجيب سوره ياسين. يبقى احنا ازاي بنحضن الطفل بنهتم بيه؟ هو اللي بيساعد على تكوين المخ وان هو قادر على تكوين علاقات صحيه في المستقبل. وده أهمية كبيرة جدا لتكوين الطفل. طيب الهرمونات، الأم لما بتحضن ابنها بالشكل ده بيتفرز نوعين من الهرمونات بتساعد تكوين المخ بشكل صحيح، بتساعد تكوين التوصيلات بشكل صحيح، وهتخلي الطفل يشعر بالهدوء والأمان، ودي أهم حاجة. إن اليتيم لا يحتاج فقط مالا، وإنما يحتاج أكثر حنانا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الامر الحنان. كيف؟ اذا كان في قلبك قسوه، اذا كان في قلبك شيء من المرض الباطني الذي لا يظهر للناس، قال علاجه ان تمرر يدك على راس يتيمك. وبلغنا صلى الله عليه وسلم بانك اذا فعلت ذلك زالت قساوه قلبك وكتبت لك بكل شعرة مردت بها بيدك على رأس يتيم حسن أو حط الله عنك بها رقيا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه ناحية معنوية مهمة. الأمر الآخر عشان يكلم اليتيم ويمكن عشان خاطر كل واحد يعرف يتيم يبلغه أسف. كان في أحد الإخوة الفاضل بيتكلم إن اليتيم لما بيكبر ممكن يجد مشكله. سيدنا النبي كان كالاب لليتيم وكان في الحنان كالام لليتيم وكان ممثلا لعطاء اليتيم جهه بتعطي بتساعد سبورت دعم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا كبر اليتيم كان بمثابه الاخ له. يعني كل العلاقات الانسانيه كان بيمثلها سيدنا النبي لليتيم ولكل ضعيف. لذلك الانسان لو عمل كده يبقى يقول لك انت بقى كده اقرب واحد ليا يوم القيامه في الجنه. فنحن ندعو الى مزيد من الندوات التثقيفيه من جميع مؤسسات المجتمع المدني وتشارك فيها جهات حكوميه. عندنا في دار الافتاء نشارك لاننا نستطيع ان نخرج مسائل جديده كيف نتعامل مع الاطفال. يعني عندما سمعت ان الشاب بيروح يخطب عشان يتيم يرفض
هذا الأسف في القلوب أن نعامله بدمه أم نعامله بأخلاقه؟ الأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. المعيار هو